في انتظار صعود المشاهدين الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة شوف تيفي، أرحب بكم من جديد من دوار ولاد سعيد بنواحي قصبة تادلة. اليوم اتصلوا بنا هاد الناس، هاد الشاب، على اساس انه بغى يوجه واحد الرساله للمسؤولين بالمنطقه، وكذلك بغى يشرح المعاناه ديالهم في دوار ولاد سعيد باقليم بني ملل تابع لجماعه قصبه تادله. معنا الاخ رضا، هو اللي غادي يتكلم معنا وغادي يشرح لنا شنو اللي واقع هنايا. تفضل اخويا. السلام عليكم، الاسم ديالي رضا قاسي. خويا انا تنطالب بملاعب القرب، تنطالب بدار السبب، تنطالب بدار دار الثقافه، تنطالب بدار الصناعه، تنطالب بالواد الحار يدوز. راه الواد الحار راه ما دايش، وعدونا بهذا الشيء، قال لك راه غادي ندوزو لكم. اللي وعدكم السي رضا؟ وعدنا الرئيس المنتخبين، المنتخبين في انتخابات، قال لك ملي غادي ننزحوا قال لك راه غادي نديروا لكم هذا الشيء، غنديروا لكم اللي بغيتوا. هذه وعود ديال المسؤولين، وعود ديال المسؤولين. داروا لينا، ما داروش لينا هذا الشيء كاع، ما داروش لينا هذا الشيء. ملي نزحوا كلنا الدخر خرجتوا في ودني، ياس خلا واحد كلنا الدخر خرجتوا في ودني، صافي ما بقاوش تيشوفوا فينا كاع نهائيا. صافي بقات القضيه كما هي، بقات مستمره. راك تتشوفي، راك تتشوفي، ما كاين لا ملاعب قرب لا والو. ولادي واش فعاك ينزحوا، نزحوا وجاتهم مبادرة وطنية، جاتهم كلشي، تسيرات البلاد صافي ترقعات وهي تصاوب التيران. جماعة ولاد يوسف، جماعة ولاد يوسف إقليم بني ملال، بقرب إقليم بني ملال. دوار ولاد سعيد هو محسوب كذلك على جماعة ولاد يوسف. أييه. واه. إذا السي رضا، بالنسبة للواد اللي قبل البث المباشر قلت لي بأن ذاك الواد اللي اللور اللي وراء هذا الملعب فين تيلعبوا هاد الوليدات، قلت لي بانه في الواد الحار طلع منه ريحه. واه في الواد الحار، واه تيدوز لي الواد الحار، راه منين دايز لي، راه دايز لي من هاي الواد الحار وهابط هابط الله يهنيت. يعني وتيجي الحوات وتيصيد الحوت وتيبيعوا لعباد الله. يعني الوليدات فاش كيكونوا يلعبوا هنا، ولا انتم كسكان المنطقه فاش كتجيو تتشموا الرائحه الكريهه؟ اي تنسموا الريحه. واه غتمشي دابا على هاي القنطره وغادي تضربك واحد الريحه كريهه كاع، والله ما تحملي تدوز من تم. واه ما داروا لهم دابا روكارات وتيصبروا فيهم، وهاد البول وهاد الشيء اللي داروا مخدمين واد واد ما خدامش، وما عرفت اش غيديروا هاد الجماعه ديالنا، ما عرفت اش غدير. السي رضا، شنو هي رسالتك للمسؤولين هنا بالمنطقه والجماعه؟ رسالتي للمسؤولين هما يصوبوا لنا هاد الشيء اللي قلت لهم، يصوبوا لنا ملاعب القرب، دار السبب، دار الثقافه، دار الصناعه، الواد الحار، والسانطي. السانطي راه ما فيهش باركينات، السانطي ديالنا راه ما فيهش باركينات، السانطي بعدا تيكونوا فيه باركينات. غياب مراكين، غياب مراكين، السانطي ما فيهش باركينات كاع نهائيا، هذا الشيء اللي كاين. إذا متتبعينا الكرام كيفما سمعتوا، باقى عندك شي إضافة السي رضا؟ ما باقى لا إضافة، حتى إضافة، ها تشوفي. إذا متتبعينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، ننقل لكم بالصوت والصورة من جماعة ولاد سعيد الواد التابعة لقصبة تادلة إقليم بني ملال. ننقل لكم الواقع بالصوت والصورة. هاد الوليدات كيلعبوا في هاد الملعب، وراهم كاين واحد الواد كيف ما شرح لينا الاخ رضا انه كتفوح منه رائحه كريهه ديال الواد الحار، بلاصه قال لك خانزه. اضرب لكم موعدا في بث مباشر اخر من مدينه بني ملال او احدى اقاليمها او احدى نواحيها، مع تحيات اخوكم طارق. اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.